من ضمن الحاجات اللي استوقفتني يا جماعه قبل ما اسيب السوبر وفقره السوبر، كان في فيديو عجبني جدا جماهير النادي الاهلي عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا، يمكن جبته لكم، وهي تشجع الاهلي بحراره في ظل غياب كبير لجمهور النادي الاهلي نزلا لغلو التذاكر، وان المباراه كانت في يوم دوام ولم يحضر الا ساكني ابو ظبي، يعني الاول مره الاهلي يكون في الامارات وفي سوبر وما يجيلهوش جماهيره من كل الامارات، لان الدوام وغلو التذاكر خصوصا فئه ال 75 وال 100 درهم وال 125 درهم كانت فاضيه تماما تماما تماما. ال 50 خلصت هوا ولكن كان عددها قليل، هذا العدد القليل اللي حضر شجع الاهلي بشراسه. معانا يا جماعه اللقطه؟ اتفضل يا رجاله. ماشي. برضه جمهور الاهلي مهما كان قليل يا كابتن احمد ابو مسلم حاضر اكيد طبعا. النادي الاهلي ده سلاح النادي الاهلي على طول. النادي الاهلي في اي حته في العالم. انت بتتكلم على حتى مارسيلو كورا كان بيقول لك تصريح، بيقول لك انا كل ما اروح في حته الاقي جماهير النادي الاهلي، فده طبيعي النادي الاهلي جماهيره في كل حته. بس احنا بنتكلم نتمنى، واحنا عارفين ده لجنه منظمه او الموجوده ديت شركه منظمه، اللي التذاكر تبقى اقل شويه عشان في ناس هناك عمال وفي ناس بتبقى حالتها برضك الدنيا بتبقى صعبه شويه، فلازم اللي ب 50 درهم دي او ب 75 طب ما انا اخليها ب 50 واطرح كميه اكبر. واحنا قلنا ده بنقول للجنه المنظمه ان هي اخطات في غلو التذاكر طبعاً. طبعا الايام انت مجبر عليها في مصر وفي الامارات لانك طبعاً. يوم الجمعه عندك السوبر الاماراتي طبعاً. وانت في مصر ما تقدرش تعمل غير ده. وتاني حاجه كمان الوقت التوقيت زي ما انت قلت يا كابتن مصر لازم التوقيت يبقى متاخر شويه. دي جمهور الاهلي اللي كان حاضر شجع فرقته وشجع فيوتشر بعد اللعبه دي اللي اضاع فيها الشيبي لقطه. سمعنا بس كان بس ايه، لان الشيبي للاسف الشديد خلى الملعب كله قلب على فرقه بيراميدز بسبب تصرفه بعد اللعبه الاولى اللي دخلت بالعافيه في جنش وهو يستفز جماهير النادي الاهلي. هنا جمهور النادي الاهلي اللي كان موجود قليل انتفض ضد الشيبي وشجع الفريق بقوه قبل مباراه سيراميكا، وفي نفس الوقت شجع فيوتشر على فكره. وانا هنا بقول للسيد ممدوح عيد المحترم ويمكن يتفق معايا الكابتن ابراهيم صلاح، ارى ان الشيبي يحتاج الى معالجه نفسيه، لان موضوع انك تستفز من غير داعي، انت قلبت على فكره قبل لقطه الاستفزاز دي ما كانش في اي مشكله في الملعب والكل مستمتع ب 34 ركله جزاء وانتهى الماتش 14 13 ودخل التاريخ. استفز بلا داعي وكانت النتيجه ان الملعب قلب. هو كده كابتن ناصر الشيبي ده كده على طول. خلي بالك في مشكله اصلا مع حسين شحاته. هو كده هو مستفز شمال افريقيا كلها. طب ما كانش ضرب ادمان الاهلي، الاهلي مش في الملعب. لا شمال افريقيا. راح للجماهير يستفزهم ليه؟ هو كده هو طبيعته كده، هو بيحب في لعيبه بتعمل مشاكل بتعمل شو. هو دي طبيعته. استاذ نصر وفي لعيب يطلع الخلافات بتاعت الملعب تروح المحاكم، ده عمرنا ما شفناها دي. دي مش عمرنا هو طبيعته مش في العالم يعني. هل يحتاج الى قعده من الاداره يا كابتن ابراهيم؟ طبعا، بس هو يعني هو لعيب محترف وكل حاجه، بس اكيد لازم نتكلم معاه ان انت هنا برضو في مصر مع احترامي لنادي بيراميدز وكل حاجه، لكن انت يعني مش هتقدر تساوي نفسك بنادي الزمالك ونادي الاهلي طبعا. فانت مش هتقدر تساوي نفسك ومش هتقدر تعادي الجمهورين دول، فيعني الامور لازم تهدى شويه. انت مش هتبقى ماشي في كل مكان هيقابلك جمهور الاهلي، هيتعرض انت لمشاكل حتى في خلال اقامتك جوه. وبص النتيجه ايه لما ضيع الفرقه، يعني هو اسامه جلال يتحملوا مسؤوليه خروج بيراميدز وهو اخر لعبه الناس كلها يعني حفلت عليه. طب ليه جبتوا لنفسك يعني؟ غير كده ده هو شد كمان شد تركيز كمان. خلي بالك الزميل بتاعه اللي هو الجون احمد ميهوب خلى احمد ميهوب برضك يتمعوا مع المدرب. تاني حاجه انا معلش ما اي حد، ما احنا كنا محترفين بره لازم بنمشي على السيستم اللي موجود او على البطوله اللي موجود. لازم يكون في عواقب لكده، ما ينفعش يبقى الموضوع مفتوح كده. طيب كمان من الحاجات اللي استوقفتني، محمد عبد المنعم صديقي العزيز يهدي قميصه لمشجع اهلاوي صغير جاله خصيصا، يعني ده طلب تيشيرت عبد المنعم. عبد المنعم شاف في المدرجات فذهب اليه واعطاه التيشيرت بعد نهايه المباراه واهدى لي التيشيرت. تصرف بحب التصرفات دي قوي يا كيتانا. لا ده كده كمان الولد بالنسبه للولد الصغير ده عوض ثمن التذكره. انت ضربت عصفورين بحجر. هو وابوه على فكره. بص عبد المنعم بصرف النظر ساعات بيتقال عليه ان لعيب كذا بره الملعب، هو عنده صحيح شويه حاجات كده. عشان بص انا بس عايزك تقف. بص هو عبد المنعم هو كاتب له يافطه. ايوه الله ينور عليك. عشان كده رايح له بالاسم، بس عايزك نشوف حتى الكل طلب منه التيشيرت هو شاور قال لا ده هو يعني ايه لعيب ده والله عامل يافطه ومركز كمان. دي بتبقى حاجه طب نسمع صوت وصوره يا جماعه لو معانا. اتفضل 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 اتفضل.
اهو بيشاوره بيقول له تعالى ابو، يقول هو ده يعني هو جاي مركز. اخيرا الكابتن محمد الشناوي جاءنا الان في تصريحات خاصه لملعب الشمس مع مراسلينا هناك. قال ابراهيم الخطيب بيقول لي سال الكابتن محمد الشناوي قال لن اعلق نهائيا على موضوع احترافي خارج اسوار النادي الاهلي، وده معانا ضمن انفرادات عبد الناصر زيدان. ترانسفير ماركت لو جاهزه معانا يا استاذ محمد صبري يا ريت ناخدها مع تصريحات الشناوي اللي جات لنا دلوقتي. قال هدفي حاليا التتويج بالسوبر، وده كان كلامي مع اللاعبين، مش عايز اعلق على اي عروض. ويمكن الكلام بتاعه وبتاع والده يعني ابو محمد الشناوي في تصريحات للاعلام، قال لك للشناوي لو مشي من الاهلي انا بعتبرها خيانه. ده لفظ قاسي جدا من حبه في الاهلي. الشناوي بعد عاده الكابتن محمود الخطيب والحصول على كثير من المميزات منها تمديد العقد حتى 27 وشيله من نسبه المشاركه، وانه يعمل اعلانات بعيدا عن الرؤى دون نسبه من النادي الاهلي، واي برنامج يظهر ليه دخله خاص ليه دون نسبه من النادي الاهلي، وانه يذهب الى اعلى راتب الفئه الاولى، على راتب من الفئة الأولى دي كلها الكابتن محمود الخطيب حسمها معاه. والشناوي قاعد وما فيش رحيل، ولكن هو رفض التعليق على هذا الملف وقال خلينا نأكد على ان احنا مركزين في النهائي. طيب ترانسفير ماركت فاجئنا بعد قعدة الكابتن محمود الخطيب اللي شفناها في اكتر من مكان سواء في الملعب او المطار مع كابتن محمد الشناوي ابو مسلم. ترانسفير ماركت على الموقع الرسمي كاتب ان بالفعل يعني يمكن مش عايز اقول يؤكد انفرادي، لا تكاتب بالفعل ثلاث عروض قوية من السعودية، وده موقع عالمي. نعم. قال لك الاتحاد السعودي عاود الاتصال، والنصر السعودي عاود الاتصال، وضمك ضمك. وانا قلت الثلاثه على الهوا. نعم. يمكن ناس نفت بما فيهم رئيس نادي ضمك، بس رئيس نادي ضمك كان ذكي الا ربع يعني، نفى وفي الاخر قال لك ايه، قال لك احنا فعلا محتاجين الشناوي يعني، هو نسي بعد ما اتكلم. قال لك طبعا انت جبته في الكلام. لا يعني يعني في الاول نفى، بس انت لما تسترسل مع الناس بينسوا اللي قالوه. فقال لك ايوه فعلا احنا تواصلنا معاه ولكن مفيش مفاوضات. طب ازاي؟ لا هو كمان الشناوي البطوله دي ما شاء الله عليه. تاني حاجه يا كابتن عبد الناصر، الشناوي اصلا هو فئه اولى. يعني الشناوي اصلا في النادي الاهلي في العقود اللعيبه الموجوده هو فئه اولى. بس هو كان عنده مشاكل بس في حاجه، اللي هي النادي الاهلي بيعمل لما تظهر في برامج او بتظهر حاجه بتاخد النص والنادي بياخد النص. تمام. فدي كلها زي ما انت قلت امتيازات كابتن الخطيب بيديها له. صح. عشان هو ايجاري العرض اللي جاي له، هو جاي له في العرض مثلا جاي له في السنه ب 30000 30 مليون جنيه، فطبيعي لما انا باخد هنا مثلا 15 او حاجه الدنيا هو مختلفة. وصل للفئه ال 30. اه طبعا. هو يعني بالاضافه للمميزات اللي انا قلتها لك. عموما يعني العالم يتحدث عن الشناوي وده حقه، واعتقد ان ده شيء كويس جدا.